هناك أربع قوانين أربع قوانين أساسية في الاتصال فعال إذا اجتمع شخصان الأول والثاني القاعدة الأولى الحد الأدنى في التواصل الحد الأدنى في التواصل عامل الناس كما يعاملوك واحدة بواحدة يسمونها قصة بقصة عزمني على زواج أخوها عزم على زواج أخوي ما عزمني ما عزمه انتهى الموضوع اللي حصل الحين صار السقف الاعلى للاسف النفوس صارت شحيحه في هذا الاتجاه لكن ابو صالح وجدي بعد صلاه العصر واذا ضحكوا وسمعوا الفريج كله ما كان عندهم هذا القانون، كان عندهم قانون اعلى من هذا. رقم اثنين عامل الناس كما تحب ان تعامل هذا مستوى اثنين، يعني اذا انا بنطلع الحين للبريك وكان الباب موصد احمد مر وعبد الله الله خير ولا فتح لي الباب وكان وراي عبد المنعم احمد ما ما فتح لي الباب بس انا لو كنت مكان عبد المنعم اللي وراي شو بسوي؟ بفتح الباب عامل الناس كما تحب ان تعامل يعني حتى لو ما عاملوك كويس انت شو تسوي؟ سوي افضل بسبب ماذا؟ انك ت... لو كنت مكان الاخرين احب ان اعامل بهذه الطريقه حتى لو ما فيها عامل الناس كما ايش؟ كما تحب أن تعامل، الأول أول قانون الحد الأدنى هو قانون المثل كتبوا عليه الحد الأدنى قانون المثل، القانون الثاني قانون الفضل الفضل أفضل قانون الفضل هذا يا جماعة الخير أنا درست 13 سنة أدرس في الجامعة مهارات الاتصال، ما شفت في أدبيات الاتصال في الكتب الغربية سوى هذين القانونين فقط ما قدروا يتجاوزونهم المثل والفضل عندنا قصه ثانيه للاسف عندنا بس ما نسويها للاسف يعني يا نصفه على الثاني او الاول يا ليت لكن للاسف عندنا الثالث والرابع رقم ثلاثه عامل الناس كما امرك الله ان تعاملهم يعني العلاقة ما بين الشخص ألف وباء ليست علاقة أفقية علاقة رأسية يعني هذا جاي الله جاب لك عشان يكمل المشهد يعني هذا كمبارس مش بطل في المشهد هذا الله جابه بس عشان يحقق المشهد لأن التواصل فعل اثنين تفاعل شيخنا فهو مجوب بس عشان يحقق المعادلة لكن مو المعني المعني هو ربك عامل الناس لأن هذه عبادة زي الوضوء، زي الصلاة. عامل الناس رقم أربعة شوف شوف العظمة يا الله العظمة أنا يوم شفت رقم ثلاثة يا جماعة الخير لو نطبق رقم ثلاثة هذه الجنة في الدنيا انتهى الموضوع، رقم ثلاثة يكفيك فمبارك بأربعة عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله روح تريد ان الله يبسط لك الرزق؟ ابسط للناس ارزاقهم يا رجل. تريد ان الله يوسع لك المعيشه؟ وسع للناس معيشتهم. تريد ان الله يرزقك الفردوس الاعلى، احنا ندخل في الصلاه وبعد ما نخلص الفردوس الاعلى، يعني عملك هذا يؤهلك للفردوس الاعلى؟ لا، بس كرمه. عامل الناس كما تحب ان يعاملك الله اكراما، اكرمهم اكراما لخالقهم. روح <applause>